نعم، صباح الخير سيدي، صباح الخير مشاهدي قناة النهار. نقول بأن الحملة المدنية منذ البارحة يعني من الساعة 7:30 يعني مساء، هناك أخبار تقول بأن هناك شخص قد يعني أخرجه واد الرمال بمنطقة بن شرقي. الحملة المدنية بعد التأكد من المعلومة مباشرة قمنا بتسخير الوسائل البشرية والمادية اللازمة للقيام بعملية التمشيط، تم استغلال كل الوسائل وكل التخصصات من بينها فرقة الغطاسين، فرقة التسلق والتعرف في المسالك الوعرة، وفرقة السينوتقنية. يعني هذه الفرقة السينوتقنية نستعمل من خلالها الكلاب المدربة. نعم. يعني تم تقسيم المنطقة إلى ثلاث فرق، إلى ثلاث مناطق، منطقة إلى واد الرمال بالمنيا، منطقة بنو زياد، ومنطقة قنطة الكحلة. هذه المناطق حتى يتم الإسراع العثور على الضحية. احنا نقول هنا بعين المكان، يعني بعين المكان هنا الحماية المدنية تعكف على العثور على الضحية. مواساتنا لأهل الضحية، يعني هنا نتكلموا معهم، نتحدثوا معهم، نقوموا بما يجب أن نقوموا به، استغلال كل التخصصات كما تحدثت، فرقة الغطاسين، فرقة التسلق والتعرف، فرقة السينوتقنية للكلاب المدربة. نعمل جاهدين على العثور على الضحية. نعم إن شاء الله. طيب سيدي، ماذا عن تدخلاتكم الأخرى فيما يخص هذه الفيضانات التي شهدتها الولاية مساء أمس؟ يعني هل كان هناك أضرار، يعني مخلفات أو أضرار كثيرة؟ لا، يعني نقول بان قسنطين البارحه شهدت يعني تساقط كميه معتبره من الامطار. نقول على مستوى ولايه قسنطينه سجلنا على منطقه القراح ولاد رحمون سجلنا ارتفاع منسوب مياه. يعني قامت الحمايه المدنيه بعمليه الامتصاص، وهذا من مهام رجال الحمايه المدنيه. ايضا وسط مدينه قسنطينه شهدت احياء، من بينها حي بن تليس، حي 5 جويلية، ممر 5 جويلية، المنطقه الصناعيه بوصوف. هذه مناطق يعني شهدت ارتفاع من منسوب المياه. الحمايه المدنيه تقوم بعمليه الامتصاص، التوجيه الميداني، وهذا من مهام رجال الحمايه المدنيه، التوجيه الميداني للاشخاص العالقين الى غير ذلك، وهذا من مهام رجال الحمايه المدنيه. ولكن يبقى العمل الوقائي، العمل الذي يدخل في اطار اتباع توصيات الامنيه من طرف المواطنين. يعني البارحه يقول بان الشخص يعني قد جذب بنفسه لمرور الواد، وهذا من التصرفات الخاطئه. الحمايه المدنيه تدعو من خلال هذا المنبر ومن خلال قناتكم الموقره، ندعو المواطنين باتباع توصيات الامنيه، الخاصه سيما في عندما تكون هناك تساقط كبير معتمه من الامطار. نعم، شكرا جزيلا لك المكلف بالاعلام.